في بعض الأحيان وعند انتهائي من الوضوء أقوم برص العطر على ثيابي وعلى يدي، ثم أخرج للصلاة إلى المسجد. سمعت من بعض الناس من يقول بأن العطر نجس لأنه يدخل في تركيبه الكحول وأنه يبطل الوضوء والصلاة. أفتونا وجزاكم الله خيرا. ليس كل الأطياب فيها كحول، لا ثبت أن فيه كحولا فهذا هو الذي يمنع. أما الأصل في الأطياب الإباحة وأنها من الطيبات، وتطيب الإنسان إذا خرج من المسجد هذا شيء جميل ومطلوب من الإنسان أن يتهيأ لبيوت الله عز وجل وأن يتجمل بالصلاة، هذا أمر مطلوب، وأن يزيل الروائح الكريهة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ إنسان لم يأتي إلى المسجد وفيه رائحة الثوم أو البصل، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي الحاضرين من المسلمين في المسجد ويسيء إلى بيوت الله. فتطيب الرائحة في الطيب هذا من السنن، وإنما يمنع من الطيب عند الخروج النساء، ولا سيما خروج المساجد يمنعن من الطيب إلى في ذلك من فتنة. أما الرجال هذا شيء طيب وجميل ويثابون عليه، أما الكحول هذا يحتاج إلى تثبت. الأصل في الأطياب الكل والإباحة، وما ثبت يقينا أن فيه شيء من الكحول فهذا يتجنب، لأن الكحول خمر، الخمر نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن هذا يحتاج إلى تثبت. جزاكم الله خيرا.